مفيش اكل. ليه مفيش اكل؟ ما هو انا على بال ما جهزت كل حاجه وجيت اطبخ لقيت الانبوبه فاضيه. خديها وغيريها مشينا. يعني هشيل الانبوبه على قلبي وانزل اغيرها عندها البواب؟ انا جيت عندها على البواب لقيته راح يتفرج على ماتش كوره في استاد القاهره الدولي. للزمالك بيلعب النهارده ولا ايه؟ وايه علاقه الزمالك بالبواب؟ مش ولا كلمه عني ما كلت.